السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. إذا في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا الدرس الثالث، الأشكال الهندسية، التوازي والتعامد. خاصنا نتعلموا دابا شنو معني التوازي وشنو معني التعامد، متفقين؟ إذا عندنا هنايا السؤال الأول: أرسموا القطع بواسطة المسطرة وأكمل الرسم. إذا هادو خاصني نكملهم، نرسمهم بمسطرة وابخي نكمل الرسم ديالي. يعني هنايا هما انا غادي نرسم بواحد المثلث اللي مهرس، مي يقضي لينا الغرض، ماشي مشكل، متفقين؟ نو دونك من الاحسن ديرو بقلم الرصاص. عندك مسطرة؟ دونك قلم رصاص بحال هكذا، فوالا. هذا فحال، ماشي فحال، هو عبارة كيمثل لنا هنا عش عنكبوت، واحد العنكبوت ترسم لنا العش ديالو هنايا، فوالا. دونك حنا شنو غندير هنا؟ نصلو هاد النقط، فوالا، كنصلو النقط كاملين في هاد الطريقة، شفتو معايا هكذا، كذلك هنا، اوكي، تخي بيان. وحنا كملنا الشكل ديالنا، عاوننا هاد العنكبوت مسكينه باش تكمل العش ديالها، صافي فوالا. بالنسبه للسؤال الثاني: اربطوا كل ثلاث نقط او اكثر بواسطه المسطره وارسموا مستقيما كما في المثال. دونك كل ثلاثه نقاط ولا اربعه من هادو غادي نربطهم بحيث انهم يصوبوا لي خط مستقيم. دونك هاد ثلاثه ها هما عطاوني مستقيم، عاوتاني هاد ماشي ثلاثه اربعه، دونك عاوتاني هاد الربعة ها هما عطاوني مستقيم، عاوتاني هاد الربعة ها هما عطاوني خمس أربعة مستقيم بحال هكدا، عاوتاني هاد تلات الربعة بحال هكدا ها هو مستقيم، المهم ماشي ربعة تلاتة هادي وهادي تقريبا، عاوتاني هاد تلاتة لا هاد تلاتة، عاوتاني هادو، شفتو؟ يعني كاينين بزاف ديال الخطوط اللي نقدرو نربطوهم ويعطوني مستقيم، شفتو معايا كيفاش؟ صافي بحال هكدا. دابا غادي نمشيو للسؤال ثلاثة: أعيدوا رسم الشكل وألونه. هاد الشكل هذا خصنا نعاودو نرسمو هنا مع احترام المربعات، متفقين؟ دونك عندي هنا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، دونك غادي نديرهم هنا، هاهما واحد واحد، أوكي، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، فوالا بحال هكدا، متفقين؟ انا ندير ستيلو باش يبان لكم مزيان نتوما، كي نتوما رسموا بقلم، اوكي. صافي وغادي ندير بحال هكدا، اوكي، 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 مزيان. دابا هذا شوفوا فين دارو، في هاد الخط، في هاد المربع، في هاد المربع، نحسم واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، ها هو داروه من هنا، وهنا واحد جوج ثلاثة أربعة، كذلك واحد جوج ثلاثة أربعة. هنا ونصير هاد جوج نقاط هادو، فوالا تخي بيان. عاوتاني هنا دارو من هنا لهنا، ها هو غادي نرسمو حتى حنا فحالهم، فوالا. من بعد من هنا داروه غادي حتى لهنا، دونك ها هو، نقادو شوية بحال هكدا، نعاود نتأكد. دونك من هنا كيمر من هاد النقطة وهاد النقطة وهاد النقطة، فوالا، شفتو معايا بحال هكدا. من بعد هذا دار خط بحال هكدا، دونك غادي هابط بحال هكا. هنا عندي مربع جوج، مربع جوج هنا بحال هكدا، كذلك هنا دارو مثلث بحال هكا، دونك كاين مربع وجوج هنا، مربع جوج هنا، ندير بحال هكدا، صافي. جوبونس دابا رسمتهم كاملين، شفتو معايا مزيان؟ ناخد دابا ملونات، انا ما عنديش كاع الالوان جوبونس، عندي المهم عندي ازرق، غادي نلون بهذا، فوالا، هذا غوز، فوالا اخضر، اها
الملونات خرج ما عنديش، سي با غاف، ده قلم، متفقين؟ دونك نتوما تحاولوا تاخذوا الالوان الاخرين وتكملوا بهم هذا الشيء بطبيعه الحال. يلا السؤال 4، اعيد رسم الشكل والونه. هذا الشكل غادي نعاود نرسمه، دونك ناخذ المسطره ديالنا، شوفوا معايا هنا داروا خط، شحال من نقطه؟ هذه وهذه، واحد جوج وفي الثالثه، دونك واحد جوج وفي الثالثه هنا حال هكذا، عاودوه كذلك هنا حال هكذا، صافو داروا الخط ديالهم هنا بحال هكذا، من وراه عاوتاني واحد اخر من هاد النقط كيمر، تري بيان، هنا كذلك كيمر الخط ياكو. من بعد عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة هنا، وخلاو جوج، ها هما جوج فوالا، وهذا ربطوه مع هذا الطريقة، كذلك هنا بهذه الطريقة. من بعد هاد النقيطة هادي ربطوها هنا جوج، ها هما جوج هنا كذلك، دو لوطخ كوتي، واحد جوج فوالا. وبهذه الطريقة هنا رسمت الشكل ديالي، اللون هادو بالأحمر، فوالا. شفتو معايا اللون هذا بالأخضر، اللون هذا بالأزرق، والآخر نتوما لونوه بالأصفر، صافي مزيان واضحين. بقى لنا السؤال رقم 5، آخر سؤال عندنا هنا في هذه الصفحة، صفحة 16. دونك جوتيليز اون فوي اي جو لابلي، نستعمل ورقة وغادي نطويها اون سويفون لي زيتاب، وحنايا كنتبعو هاد المراحل. جوفغ لا فوي اي جو تراس لي دو دغوات، ونرسم هاد الخطوط بثلاثة. اوكي دونك جو في بروندر اون فوي، فوالا. دونك ها الورقة ديالنا، انا نقسم الورقة ديجا على جوج باش يبان لكم. دونك غناخذ الورقة على هاد الشكل، غنطويوها المرة الاولى بحال هكذا، دونك ها هي صافي. دونك حنا طويناها كيف ما هما طلبوا منا، من بعد غادي نعاود نطويها كذلك بحال هكذا، صافي انا طويتها بحال هكذا. من طويتها بحال هكذا غادي نرسم، دونك جوفغ لا فوي، ها هي حليتها، اي جو تراس لي دو دووات، وغادي نرسم المستقيمان بجوج، هذا المستقيم وهذا المستقيم. دونك هما دابا هنا راهم واضحين في الورقه. ناخذ مسطره، انا صافي جبت مسطره بقاده، المهم مثلث، ونرسم فوق من داك اللي كيبان لنا دابا هنا، هنا كيبان لي هاد التنيه، دونك غنرسم فوق من هاد التنيه. فوالا صافي هنا رسمت، طلبوا مني رسم. دونك هاد لي دو دووات ديتيرمين 4 انجل، هاد جوج ديال لي دووات كيمثلوا ليا 4 ديال الزوايا 4 انجل. دونك انا جبت ملون اصفر ملون اصفر ليموني اخضر وازرق، دونك كيمثلوا ليا 4 ديال الزوايا. دونك هادي عباره عن زاويه كنديروا لها هاد الشكل، هذه هي زاوية أخرى، وحدة درناها كبيرة، وحدة صغيرة، وحدة متوسطة، غير باش نبينو بلي راه كاين فرق بيناتهم. دونك ها وحدة أخرى، إيه هنايا عاوتاني كاينة زاوية أخرى، كيمثلو لي 4 ديال الزوايا. فوالا كان بقى لنا قبيلة هذا بالصفر، مخليهوش مسكين هكاك حشومة، كذلك هنا الصفر،
هنايا احمر، كوا دوتر موف، دونك هنا فوالا. بهذه الطريقه نكونوا رسمنا هذا الشيء مزيان. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، الى عجبكم ما تنساوش تخليو لايك، تابوناو في لاشين، نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.